جريمة مروعة اهتزت لها مدينة الموصل تمثلت بانتهاك براءة طفلة لم تتخطى الثلاث سنوات من عمرها خرجت نور لتلعب أمام منزلها في المنطقة القديمة بأيمن الموصل واستدرجها رجل يدعى عدي محمد بقطعة حلوى إلى منزل مهجور وربط يديها لينفذ جريمته بحسب ما يروي جد نور عن تلك الحادثة المروعة. أنا ما ندي ما منين وين يقول والله بنتكم بخربه اللي غادي مسوته ومسلخه وواحد واقف يجر بها تا يذبحها ويوم فتنا عليه قمنا النادي قمنا النادي يقول يجرها انهزم انهزم من غير باب الطلع يقول يوم جينا عليه يقولون مشلحه يقولون له يقول ما يقولون سلم سالوا معاه ما تحكي مخروسه لبنية والحبال بدينا ووسط ذهول وصدمة عائلة نور التي اتخذت من العشوائيات مسكنا لها بعد أن ضاقت بهم السبل لفقر حالهم فإن نور خضعت لعمليتين جراحيتين في مستشفى الموصل العام فيما طالب والدها بالقصاص من المغتصب عدي بأعدامه في محل وقوع الجريمة ملوحا بالانتقام في حال عدم تلبية مطالبه نحن نطالب بالإعدام نطالب بإعدامه نطالب بإعدامه ما نريد غير إعدامه النظرت اللي نظرته بس يجيبونه يانا يعني يدمونه عليه بطل وهو قدام الله يعني لا صارت بالاسلام ولا بالكفار يعني طفله ثلاث سنوات ما تعرف تحكي سما ما تعرفه هيك واحد خسر 35 سنه حادثه الاغتصاب هذه تعد ابشع جريمه شهدتها المدينه بعد خروجها من كابوس داعش الذي انتج هذه الوحوش البشريه بوصف اهالي المنطقه الذين وافقوا والد نور في مطالبته باعدام المغتصب احنا نطالب الحكومه اذا اكو قضاء عادل يتخذ به اقصى اجراءات الحكم ومنها قانون منها يعدم لانه حتى ما يصير درس ضعيف النفوس ضعيفه فريدوا من الحكومه اعدامه بالمكان اللي مثل به جريمه يصير عبرة لمن اعتبر إجرائيا قالت شرطة نينوى أن المجرم الذي يبلغ عمره 39 عاما تم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بعد انهياره امام المحقق وسيتم اكمال جميع الاجراءات القانونيه بحقه لتتم احالته الى محكمه الجنايات لانزال اقصى العقوبات بحقه وقوع هذه الجريمة بمدينة الموصل ورصد حالات مشابهة لها من قبل منظمات حقوقية جعل الاهالي يتخذون اجراءات احترازية للحفاظ على اطفالهم خشية وقوعهم بايدي تلك النماذج التي لا تعرف الانسانية. من الموصل هيثم احمد الحرة